team members. How the fuck? It's your day, Gold Mesh Boy. Name me back at another goddamn video, man. Hey, look. Team members, man. Look, man. Without wasting time. So, I did a reaction to Napoli versus Liverpool where Napoli, like, literally destroyed Liverpool. And the video keeps getting blocked. So, I figured, shit, let's just check out Kvaratskhelia versus Liverpool 2022. Let's see what he's talking about. At least that way we kind of get a highlight about what's happening. But I heard Kvara was like a beast. Like against Liverpool. So yeah, man, if you're new to the vibes, if you're new to the channel, you're enjoying the vibes, make sure you subscribe. We'll say, please subscribe. All right, let's go ahead and check it out, man. Let's see what's talking about. موسمه هذا العام في الدوري ناس الدوري الجزائري اللي راح لنادي ليل فكان فيه عدد كبير من الاعتراق بالهجمه المعاكسه جيلينسكي يلعبها لكاراتشيليا كره ممتازه وسيمي هنالك عن طريق المدافع من هنالك ماتياس look at that pass if only that keeper didn't come out this shit is moving fast as fuck god damn ناس الدوري الجزائري اللي راح لنادي ليل فكان فيه عدد كبير من الاعتراق بالهجمه المعاكسه جيلينسكي يلعبها لكاراتشيليا كره ممتازه وسيمي هنالك عن طريق المدافع من هنالك ماتياس اوليفيرا الاوروغواياني الدوري اللاعب لوبوتكا على الجهة اليسرى لوبوتكا عفوا التشابه بين لوبوتكا وبين جيلينسكي لوبوتكا اوليفيرا اوسيمان اوليفيرا اوسيمان اوليفيرا حاول يمر اوليفيرا مازال اوسيمان كرة ممتازة والهرب على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب اوليفيرا الدفاع اوسيمان خرجها اوسيمان كرة ممتازة والهرب على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب اوليفيرا الدفاع اوسيمان خرجها بالراس مرة ثانية ما زالت الكرة صالح اللاعب اوليفيرا زاد في السرعة دخل اوليفيرا خطيرة اوليفيرا عرضية جيلينسكي وتسديدة رائعة الكرة هذه خرجت ركنية الكرة في الجهة اليسرى بوليتا Like that's another beautiful thing about like, about Kvara man he's not stingy with the ball you know like a lot of players when they're starting off they want to show off they want to like always show that oh they can score they can run but Kvara you can tell like I don't know if that's what Napoli is telling him to do but like looking at his old like way the way he played for his whole old team Rubi Kazan and the way he's playing here is like he's more like he's releasing the ball you see that pass he passed to Osimhen like if it was in his old team he would have probably tried to dribble those two defenders and run in but he like he's spreading the ball now they should just put him in midfield in my opinion Like, I seen a comment about that, and I was like, huh. With the way they're making him play, he'll be a good midfielder. Just spreading the ball, because he's good at spreading the ball. He's also good at dribbling. Like, تعالوا لابن جايد وبعد من هنا أوسيمان خرج الكرة هذه تلعب على الجهة اليسرى متسلل يا أوسيمان متسلل يا أوسيمان ما زالت الخطورة من هنالك لليفربول ولكنها لم تمر والانطلاقة من هنالك في الهجمة المعاكسة السريعة في خلف مدافعي فريق هذه منذ 20 موسم لم تحتسب ليفربول على فكرة تحتسب عليه ركلة جزاء في مباراة خطيرة الراسية رجعت التسديدة مرة ثانية راح أوسيمان خطيرة بابا جول فون دايك ينقذ ليفربول العملاق ينقذ ليفربول أوسيمان كاد يفعلها بهربة اخطف الكرة هنا خراتشيليا خراتشيليا اخطفها وانطلق خراتشيليا مرة ثانية اخطاف ديدائية فادحة لعناصر فريق ليفربول خراتشيليا ما زال Look how he's pushing the defender away. Like خراتشيليا مرة ثانية اخطاف ديدائية فادحة لعناصر فريق ليفربول خراتشيليا ما زال عنده الكرة الآن المراوغة خراتشيليا يرجع للخلف انجيسا انجيلينسكي هرب من هنالك على الجهة اليسرى في وضع التسلل يا سيد الحكم ولكن قبل التسلل فيه تماس لصالح دفاع فريق ليفربول خطير نابولي في الهجمات المعاكسة تلعب مرة ثانية في الوسط فون دايك وخروج من هنالك كفاراتشيليا هنالك لكيم مين جاي يبحث عالي الكرة لم تمر رحمن يخرجها راحت لإليوت لم يقدر عليها اليوم ب 4-0 مثل ما فاز انطلق كفاراتشيليا كفاراتشيليا Look at this defender. That was the thing I posted on my story, on my shorts. Look at the defender. Look at how he just stopped running after him. 4-0 مثل ما فاز انطلق كفاراتشيليا كفاراتشيليا وجو جوميز وكفاراتشيليا با 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 جول جيوفاني سيميوني جول 3-0 صارت النتيجة دقيقة ونصف بعد دخوله يفعلها سيميوني ويسجل الثالث لصالح نابولي أمام ليفربول هل هذا هو ليفربول 3-0 لنابولي أعتقد بأن النتيجة تاريخية اليوم في هذا الشوط الأول لنابولي على ليفربول من هنا
اوليفيرا خلاها لكاراتشيليا. كاراتشيليا رايع، كاراتشيليا دخل، كاراتشيليا، كاراتشيليا يوصلها على الجهه اليسرى في اتجاه كيم مين جاي. ضاعت الكره بلوبوتكا، رايع لوبوتكا يوصلها مباشره في اتجاه كابا. كاراتشيليا، 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 اوي روبرتسون ضيعتها يا اندرو، وصلت مباشره لكاراتشيليا في تشكيله فريق نابولي. I'll cover Azalea, man. In this game, man, I'll give his performance like a good 7 out of 10. You know what I'm saying? Because I've seen him play before. I know he can do better than that. Or maybe this video is not showing like a through, like, thing of, like, you know, he's not fully showing how good his game was. But, like, definitely still shows some good stuff, some good touches. Like, he started to pass the ball a lot more, which is good, man. Which is good. I don't think there's any other, like, dribbler on Napoli. Is there any other person that dribbles a lot on Napoli? I think he's the only one, and he does a great job at that, man. So they might as well let him do his thing. That's just my opinion. Now I'm saying, they should put him in midfield, like, I'll say, like, center midfield, so he can spread out, you know what I'm saying? Spread the ball out and spread himself out. You know, he can run front, run left, run right, like, do all of that shit. But, hey, man, hope you guys enjoy the reaction. Hope you guys are having a blessed day. Go in the comments. Tell me some videos to check out, all right? I love you so much, and I'll see you in the next video. Okay? Just kidding. Okay?